الزي المثالي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وبركة وسعادة وسرور، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 12 من حلقات برنامج دوافير، وهذه دعوة لكم للاستمتاع معنا طيلة الساعة القادمة. وأشكركم مبدئيا على مكوثكم أمام شاشة بداية الفضائية، وأيضا أشكركم على تفاعلاتكم معنا في هذا البرنامج بعد إعلان ضيوفنا في هذه الحلقة عبر الهاشتاج الرسمي لهذا البرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر. مشاهدينا الكرام، إدارة قناة بداية الفضائية ممثلة بإدارة البرامج ممثلة أيضا بالأستاذ سامي الجعوني أطلق وسم على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بداية في رمضان، هذه دعوة لكم للمشاركة في هذا الهاشتاج، وبإذن الله سنقدم لكم وسنكرس الجهود حتى نقدم ما يرقى لذائقتكم مشيئة الله تعالى، فهذه دعوة لكم لتشاركوا معنا في هذا الهاشتاج هاشتاج بداية في رمضان. وأشكركم جميعا على متابعتكم لهذا البرنامج، وبإذن الله سنستمتع نحن وإياكم مع نجومنا الذين أنتم قمتم باختيارهم حتى يكونوا معنا نجوما في هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم. الحين تعال. سم كيفك حموش؟ هلا والله. عرفني عن نفسك، المشاهدين قدامك تفضل. اسمي حمد سلمان العمير، عمري 21 ولا بين. حمد اسمك؟ اسمي حمد. العالم ترى مزعجينه والله. وش اسمك؟ محمد. ما ادري محمد. لا اسمي حمد. كويس. عمري 21 ولا بين علي. شوف مو مبين عليك ترى. مبين واضح انك الحين كيوت يعني. الله يسلمك. انت حرجت. شو اسمه؟ من سكان الشرقيه الجبيل. اها ونعم الله. الله يسلمك. كلاي. عبد الرحمن بن احمد او كلاي في النت. عمري 20. صاحب قناه في اليوتيوب من زمان. الحمد لله وصلت تقريبا حدود 500 ألف مشترك ومتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، في نفس الوقت احب المقالب والحركات هذه الكويسه. عشان كذا كنت بتمقلبني البارحه. كنت بمقلبك بس الحمد لله. وش كنت بتسوي؟ وش كنت بتسوي؟ كنت اكل حسابك وقت البث اعلمك اني انا الحمد لله. اهل الجنوب دائما يقولون ربي ما يعينهم ظالم، ربي معانك الحمد لله. مجهور نومك نومه اهل الكهف. والله راحت علي نومه من حظك. يلا الحمد لله. طيب ابسالك يا عبد الرحمن، اي كلاي او كلاي ايش معناها؟ شوف والله لان انها سالفتها طويله، لو بقولها يمكن تخلص الحلقه وانا بقل. لا الله يرحم الوالدين، قلها بس باختصار تكفى. السالفه كنا صغار ورايحين انا واخويا، يمكن بعضهم يشوفون يعني اللي يشوفون الحين البث هذا، كنا رايحين نلعب كوره مباراه. أيوة. في المتوسطه والله العظيم اني صادق. وبعد المباراه تسمعنا قلنا خلينا نطلع لك الواحد لقب كذا متاثرين بال، كل واحد طلع على الثاني اسم. جاء واحد شطح قال كلاي اسمه نايف السعوي، ما انسى كان يدرس معي في مدارس الرياض. يعني كلاي ما لها معنى. يعني جيت بفتح قناه في اليوتيوب اجرب كلاي، ما لي نيه بس بفتح بتابع ناس، ما لي نيه انزل كلاي ما ضبط، اي كلاي ما ضبط، اكس كلاي اي اي كلاي. يلا مشينا. انا احس بها كلاي. في ناس يقولون محمد علي كلاي الملاكم، قلت لا والله ملاكم ما ينفع، جسمك ابدا ما ينفع. بس اذا جاني واحد مثقف اي طبعا معجبين الاخ الكبير. طيب عموما احنا بنشوف ثقافتك بعد شوي ان شاء الله في الاختبار. عبد الله هلا وسهلا. حياك الله. عبد الله شمري، مراسل رياضي في احد القنوات السعوديه. بس هذا اللي انا اللي يعرفونه يعني في الناس. والله نعم يا عبد الله، تشرفنا بك. عبد الله عبد الله الرحمن السلام، عمري 21 سنه، نفس حمويس اسمه بين علي. ناشط بمواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات. جيد. طيب انا برجع لك يا حموش مبدئيا. كم عدد متابعينك وصلوا بالانستغرام ولا سناب؟ بالانستغرام. مليون و100. ما شاء الله. سناب؟ سناب 200,000. ما شاء الله تبارك الله. انا في الانستغرام 564,000. في اليوتيوب المشاهدات الحمد لله حدود 23 مليون. ما شاء الله تبارك الله. فسناب شات المشاهدات حدود 160,000. ما شاء الله تبارك الله. انا في الانستغرام 75,000 وفي السناب شات 30,000. اها عبد الله. بالكيك 3 مليون، انستغرام 145,000، سناب شات 40. ما شاء الله تبارك الله. طيب مشاهدينا الكرام، هذول هم ضيوفنا، راح يبقون معنا ان شاء الله خلال ساعه من الان على الهوم مباشره، تابعونا وباذن الله ستستمتعون معنا في العديد من الفقرات المميزه. نتابع ما هي الحلقه القادمه باذن الله. الحصة الأولى، بما أنك يا عبد الله مراسل رياضي فبتكلم عن التعصب الرياضي، خصوصا أن صارت فيه أحداث كثيرة في المرات راحت. أبدأ معك يا حموش، وش ميولك الرياضي؟ هلالي. إيش تشجع؟ هلال. أه. كل ثقة أكيد. أنا شوف والله مو بقصدي شيء إساءة ولا شيء، ترى شوف أنا ماني متعصب أبد، عرفت يعني لو تقول لي أدلي 10 لاعبين ما أعرف، بس هلالي وكنت اشجع برشلونه في الجانب دول. بس انه ايش يعني انت تشجع لي فوز؟ اي بس لا كنت اشجع برشلونه، جاني هديه، جتني هديه من اس تي سي تيشيرت مدريد مقعد للاعبين،
بطولة فيفا صرت مدريدي عشان داني التيشيرت. والله عاد مشكلة هذه انك تغير كذا يعني ميولك ما تشجع من قلب. لا انا غيرت لاني انا كنت برشلوني بس ما لي دخل في الكورة. داني هدية شجع اللي يفوز واللي يخسر اللي يفوز والله اجل شكله بعطيه تيشيرت احد الاندية ويشجعها. لا انا هلالي ما عليك بعطيك شيء كويس. طيب عبد الله انا والله شوف ما يعني عملي ما يسمح لكن شوف كل واحد له ميول طبعا جي. انا ميولي نصراوي لكن صدقني وقت العمل ما اعرف لا نصر ولا هلال اشتغل على العمى ثم برا يعني حيادي طبيعي اي واحد له ميول فهذه ميولي نصراويه. عبد الله ابد هلالي على عرق العائله كلهم هلاليين. طيب انا بسالك يا عبد الله اول شيء كونك انت مراسل رياضي تمام هل تشوف ان برامج الرياضيه اللي الحين احنا جالسين نشوفها بالساحه الاعلاميه هي احد اهم اسباب التعصب الرياضي؟ اي نعم طبيعي لانه احنا في بعض البرامج بدون ذكر اسماء هي منبع تعصب. لما تجيب كذا اعلامي سواء كان هلالي ولا نصراوي تحطه في القناه طبعا هذا هم يبثون التعصب لمين؟ للشباب الصغار اللي حقين المتوسط او الابتدائي وذا يروحون للمدارس ويتهاوشون نصر وهلال. فانا اشوف الامانه يعني الى الان انهم هم الاعلام الأندية هم سبب التعصب وانت عارف انه بعد ما طلع تويتر وانستغرام صار تعصب اكثر واكثر. اها طيب عبد الله برضو انا بسالك بعض الرموز الحين بالكره السعوديه مع الاسف الشديد تشوفهم هم اساس التعصب تشوفهم جالسين همز ولمز ورمي كلمات بينهم؟ والله في بعض الاعلاميين يعني هي سبب التعصب الرياضي. في بعضهم مو بالكل بعضهم. طيب. سبب رئيسي يعني. متاكد من الشيء؟ اكيد متاكد. طيب وانت الحين متعصب بسبب ان البرامج الرياضيه هذه منتشره بشكل كبير؟ انا ما متعصب ولا انت ما متعصب؟ انا عادي انا مبروك للنصر هاردك الهلال عادي. طيب في مقطع انتشرت لك يا عبد الله. ايش مقطع؟ كله حزن بالملعب الله يستر جلس تسحب. هذه بعد شفتك انا هذه بعد مباراه الهلال والنصر اللي توج فيها النصر قدام الهلال. لا مره ثانيه؟ اللي توج فيها النصر قدام الهلال مبروك يا بطل. طيب الحين هلالي ونصراوي جنب بعض. اي نعم. الديربي الحين بنقيمه هنا. المشكلة ثلاثة ما في الا. طيب حموش انا بسالك الحين مشاكل كثيرة احنا جالسين نشوفها بسبب التعصب هذا، اخرها مباراة الهلال والنصر صارت فيه يعني عملية قتل مع الاسف الشديد احنا تابعناها. وانتشرت بالاخبار كثير بسبب التعصب الرياضي هذا. انا ودي اسالك اول شيء، وش اهم اسباب التعصب الرياضي؟ والله شوف انا بقول لك التعصب في كل الناس، اول واحد انا. يعني اخر مباراة بين الهلال والنصر شيء يرفع الضغط يعني صراحة اقول لك اياها. نصراوي هنا بس والله خلاص انا يوم شفت المباراة قمت. يعني حكم؟ لا الحكم ما له دخل، خلاص احنا راضيين خذ الهدف تسلل ابد ما عندنا مشكلة. انا نشرت مقطع عن ناصر الشمراني يقول هيا تعال. وانا نزلت معاه قلت هيا تعال. الكومنتات كلها علي. طيب عموما هو احيانا يعني كل المباريات تصير فيها اخطاء والخطا هو جزء من اللعبه. اكيد كلاي حبيبي احنا جالسين نشوف احيانا مواقع التواصل الاجتماعي بحكم انك قريب من الانترنت سواء تويتر الانستغرام نحصل كميات شتائم تصير احيانا في اختراقات الحسابات مثل حساب فيصل بن تركي عبد الرحمن المساعد. احنا شفنا حسابات كثير لاعبين الاهلي بعد لاعبين الاهلي الهلال النصر كثير يعني احنا كثير يعني نسمع بالاشياء هذه غير الهاشتاجات اللي جالسه تطلع ضد لعيبه مع لعيبه. وش رايك؟ شوف انا في شيء بقوله يمكن والله ما يسمح لي صالح العمري لكن بقوله. صالح العمري لاعب الاهلي كان يعني بيحذف كل صوره وحذفها في الانستغرام. انا اللي رجعت لحسابه بعد ما تهكر. وغير كذا يعني كثير من لاعبين الاهلي سامان الماشر مع اني ماني بهلاوي وكتبت وكنت اراجع حسابه واكتب انه ماني بهلاوي انا بس يعني لا للتعصب وزي كذا. وعلى طاري سب يا اخي في اشياء تصير انا اتوقع لو اللاعبين نفسهم يصير في بينهم يعني محبه زايده، مو ما اقول لك محبه يعني ومثاليه وزي كذا، بس لو اللاعبين نفسهم ما يقعدون يتحدون وزي ناصر الشمراني يوم قال هيا تعال، انا ما اقول شيء عادي يا اخي تحمس وكذا، بس مسكوها الناس على الهلاليين صار اي هلالي هيا تعال ترى ترفع الضغط عادي. هي انا ماني مالي شغل انقلبت عادي بس انه ايش؟ سبب اللاعبين اذا صار ما بينهم تعصب الناس الجمهور نفسهم بينحرجون ما بيصير بينهم بس انا اشوف احيانا يعني نفس التعصب احيانا كثير من اللاعبين اشوفهم تراهم على قلب واحد لكن الجمهور انفسهم هم اللي جالسين يطلعون تعصب بينهم. لا معلش الاعلام انا اقول لك بعض اللاعبين ما قلت كل اللاعبين. لا شوف الفتره هذه صار بين اللاعبين شحن يعني انا قريب من الوسط الرياضي انت ما تدري ايش اللي يصير داخل الملعب. صح اللي خلف الكواليس ما نعرف فيه ما تعرف لكن اشياء الحين والله بلاوي. طيب بس اكيد معصبين كلهم في اللعيبه بس بعد المباراه اخويا. لا غلط ما اتوقع يعني بعض في بعض وبعض. طيب انا ودي ابدا معكم كل واحد منكم يقدم نصيحه للمتعصبين يقدمها لنفسه ويقدمها للمشاهدين. ابدا فيك عبد الله. انا اي والله اقول لهم احنا اخوان يعني
وكل السالفة بالمباراة، بس تخلص المباراة خلاص نرجع أخوان، والتعصب يعني ما يقطع العلاقة يعني. لا نخسر بعض. إيه لا نخسر بعض يعني. في ناس عادي بعد مباراة يتهاوش مع خويه ويتفرقون عشان إيش؟ عشان كورة بعشرة. فعلا. والله العظيم وبس. عبد الله. أنا شوف والله ياما تضقيت مع ناس. وينهم أنا؟ شوف والله ياما تضقيت مع ناس، لكن هي صدقني وقتها بس بعد ربع ساعة والله تلقاني يلا أروح أتعشى أطلع. فأنا أشوف إنه لا نخسر بعض مثل ما قال عبد الله، كلها كورة ما تسوى يعني على مستطيل أخضر. نتابع، فاز الهلال بركنا له، فاز النصر بركنا له، يعني اللي داخل الملعب داخل الملعب داخل الملعب خلاص. لكن انا قلت بعد ربع ساعه ابدا انا خلاص يروح كل شيء، يلا نتعشى ونطقطق على بعض سناب شات وفزت عليك، بس يعني ترى كوره بالعكس لا تقدم ولا تاخر. وغير كذا الى كل شخص يعني يتعصب وشيء، ترى والله اللاعبين ما دروا عنهم، ما دروا يا فلان ان انا تهوشت مع عبد الله، يعني ناصر ولا سلاو اللي بيلعب خلص راح عند هلا نام لكن انا تهوش معك والله ما درى عني الرجال. طيب لا تخسر بعض ولا الامور. طيب عبد الله كلامك بصراحه مثاليه زايده ولا تتكلم من الواقع؟ لا لا والله اتكلم في الواقع. انا طيب. قلت لك انا والله الان يعني انا عندي هلالين كثير وانا اكثر زملائي هلال، لكن والله ما خسرت احد. طيب في شوف في صوره نبي نشوفها. طلع شوفها. يلا يلا خلينا نشوف الصوره. طيب شروح شوف ايش الصوره هذه يا عبد الله، تعليقك عليها. طيب طبعا انت جالس تضحك على واحد هلالي وجالس تضحك على واحد اهلاوي. حلو انا اعلم شيء، هذا اللابس طاقيه ترى هلالي واللي مغمى عليه اهلاوي، رمز الطواقي وبرضه ال لا 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 اوكي ممكن انت يعني تجي تقول لي حنا وهذا لا 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 ليش ليش وشو ليش 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 يعني لا حموش رد عليه بين ثلاث هلاليين لو سمحت. لا اسمعني 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 في احد لا لا معلش في احد البرامج دائما يقولون هذه لقطه ختام. حلو. فهذا شوف انها تعبر على لقطه ختام الدوري، انه انت شايف المره الاخيره ناصر شمراني طلع انه الدوري الاهلي وزي كذا، فهذه صوره معبره انه الاهلي طاح والهلال زعلان عليه. فا يعني مثل ما ناصر شمراني طبعا المفروض اسعفته اللي طايح ذا بدل ما انت تضحك عليه. والله ضقصته يا رجال ما سعفته. طيب عموما هي صوره يعني اتوقع انها مجرد صوره رمزيه لا اكثر ولا رمزيه لقطه ما تدري على التعصب، احنا بس حبينا نعرضها. لا لا ما في تعصب بالعكس، وزملائي وحتى ناس هلاليين متعصبين والله ان اعطوها لايك وضحكوا عليه قالوا الصوره حلوه. طيب ارجع لك عبد الرحمن، نصيحتك للمتعصبين. والله نصيحتي يا طويل العمر انه يعني لا احد يتعصب على المباراه ويعطيها اكبر من حجمها، سواء فزت السانس خسرت قل عادي في يعني الجايات اكثر، اللعب فوز وخساره، يعني لو خسرت وزعلت ما راح يرجع الفريق ويفوز ثاني شيء. انا ذاك اليوم حاضر مباراه واحد بجنبي اقسم بجلال الله اني كنت بطلع من المباراه بسبته، كل ما على ايام ياسر القحطاني اول ترى انا اقول لك والله ما لي فيك بس من زمان عرفت اللي حاضر مع اخوه يا ياسر الله يرحم والديك يصارخ الرجال متحمس، عرفت احس ان ياسر شوي بيرد عليه خلاص معليش والله تاكي صارخ كانه يسمع ياسر وياسر ما درى عنه، والناس كلهم ينظرون مفشل نفسه ومفشل العالم اللي حوله يصارخ طول وقت المباراة، فلا تتعصب يا أخي ناظر روق شاهن أنا تكنا المباراة صارت فزت هذه كورة. طيب قبل لا أجيك حموش في كثير تعليقات عندي هنا من المشاهدين عن طريق الهاشتاج الرسمي للبرنامج، في كمية تعصب أنا جالس أشوفها بالهاشتاج هنا، عشان كذا أنا قلت تعمدت إني أخليكم توجه لهم نصائح. الحلقة عن الهلال ولا وش نوف تقول برضو جالسين يتكلمون عن الحكم، احنا عموما ما تكلمنا علشان مباراة الهلال والنصر راحت، احنا نتكلم عن التعصب بشكل عام. حموش ارجع. انا اقول لحد يعصب زين، انا الكورة ما حد اصلا ما حد درى عنه، لو نعصب لا يدق فينا عرق. فاقول انا انصح نفسي انصح المشاهدين، انا ترى عصبي مرة طالع على ابوي ترى اشوف يصفقني. طيب ما طلعت انت والولد المشهد التمثيلي؟ وانا ابوي اتفاق طاح الدرجة لا تشوفه لا تكلمني لا في لا شيء. انا قصدي ما طلعتوا مشهد تمثيل عن التعصب؟ لا ما طلعت حسابك تبي يسطرني 4 ساعات انا يكفي مو دليل مع ابوك عادي. طيب مستقبلا لا ان شاء الله ما عليك. طيب. ابوي اول واحد. طيب عموما هذه نصيحه قالوها الشباب مشاهدينا الكرام، لا نخسر بعض، اللي بالملعب خلوه بالملعب، خلونا نطلع نشوف ايش الفقره اللي بعدها نرجع لكم مره ثانيه. ورحمة الله وبركاته. صحيح. ليك رجال. هذا مصطفى الدافور. واضح. طبعًا أنا قبل لا أدخل معك حموش دافور أنت. دافور هنا أنا من هناك. شكلك مقطع عم الدفارة. شوف شكلك جاي من الموسيقى. حموش. كلاي عفواً. على حسب خبرة مصطفى الكبير. لا اترك مصطفى. شكلي بيعرف أنا دافور. اترك مصطفى. تكلم عنك. والله في يعني في الدراسة لا. أبدًا. ولا في أمل. خلني بسير رسمي الحين. عبد الله.
لا والله الحمد لله انا في دراسه ماشي لانه الحمد لله مثاليه هذه ولا جد لا والله صدق انا بعلم شيء لانه الحمد لله انا ادرس الى ايش في الاختبار لا انا قلت قطله هاي لا النتائج تطلع ترى على الشاشه لا تطلع طيب بسم الله بالعكس انا والله صدق اني الحمد لله انا متوظف جيد في احد القنوات وما زلت طالب في جامعه الامام فالحمد لله يعني موازي بينهم عسى الله يقويك يا رب دافر عبد الله والله ما تتوقع انا طالب في قسم القانون والحمد لله سنة ثانية. لا القوانين اللي يدخلون القانون ترى واضح. نفسون. لا دوافير واضح. أجل الدفور خلني دفور. مصطفى إيش عندك؟ نعم رئيس. فيش كالعادة حكلم على أي حاجة في المدارس بس مش هكلم عن مدارس دلوقتي أنا هخرج برا مبنى المدرسة مبنى تاني. يلا. طيب سلام بكم خير. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين إيه تمام الحمد لله يا رب دايما. طبعا في البداية أحب أشكر كل واحد سحب على المذاكرة وعمال يتفرج عليها دلوقتي مع إن فضل على الاختبارات أسبوع. ده في البداية وياريت لو أي حد بيتفرج عليا بعد البرنامج على طول يعني كان بقى مذاكرة مش طالبة يعني خلاص أسبوع واحد تاني حاجة النهاردة أنا كل مرة كنت بتكلم على اختبارات مذاكرة اختبارات مذاكرة اختبارات مذاكرة اختبارات مذاكرة اختبارات مذاكرة طولت فيها عشان كده بقى أنا قلت أخرج برا الصندوق مش برا قوي يعني بقيت فتحت شوية كده وطلعت برا منه بس موجود وقلت أتكلم عن قياس اختبار تاني خالص بس تقريبا الكلام عليه كتير قوي طبعا قياس في ناس كتيرة بتقول عليه ان هو الصخرة اللي بتحطم عليها احلام وامال اي طالب عايز يدخل جامعة وفي ناس برضو بتقول ان اختبار قياس بشكل عام ملهوش يعني غير فايدة مادية ليهم لان هم بياخدوا مني فلوس مش عارف ليه مع ان الاختبار ده الزامي يعني شيء غريب في ناس برضو بتقول يعني لو انا دخلت على موقع بتاعهم هتعرف ان القدرات ليه فايدة ان هو مثلا القدرة بيحدد قدرة الطالب على الفهم ربط العلاقات المنطقية الاستنتاج استيعاب المقروء الحاجات دي كلها بس الحاجات دي الطالب هيجيبها منين ممكن تبقى مشكلة يعني حتى كمان هم كاتبين على موقع ان الاختبار طالب ما بيستعدش للاختبار طب يعني المعلومات دي برضو يعني هيقدر ان هو يتدرب على الحاجات دي ازاي المهم ففي طلاب حاولوا واجتهدوا وقدروا ان هم يخلصوا موضوع الاختبار ده ويعملوا صفحات على الفيسبوك وفهموا كل التفاصيل وزي مثلا مميز ومتميز في القدرات 100% في القدرات صفحات كتير قوي المهم بس المشكله ان الطلبه دي من كتر ما هم فضلوا يحلوا في الاختبار وفقسوه تقريبا الاختبار بالنسبه لهم حاجه سهله بقى اللي بيدخل الاختبار منهم بيجيب 98 او مثلا هنقول 95 يبقى كده هيعمل مناحه في البيت ويفضل زعلان مناحه يعني زعلان ماشي وهيفضل زعلان وكاره نفسه لانه تقريبا ما دخلش هندسه في 95 قدرات تمام في برضو حل تاني يعني في ناس قالت طب ليه ما نرجعش الموضوع لورا شويه بدل ما نفقس القدرات ونخليها سهله ونعرف كل تفاصيلها نرجع يعني نشوف ايه السر ورا القدرات اول ما تم تطبيق ان الاختبار يكون من المدرسه الدرجات بتاعه الطلبه ارتفعت لان بقى المدرس هو الاول والاخير في تحديد درجات الطلبه بناء على ذلك في مدارس اهليه تقريبا اي واحد بيفتح مدرسه اهليه هدف الاول والاخير هو هدف الربحي فهيقلل في التكلفه ويزود في الانتاج فهيزود في الانتاج عن طريق ان هو يزود في عدد الطلبه المتخرجين عن طريق ان هو يزود درجات الطلبه المهم اعتمد على شويه طلبه درجاتهم المهم يعني قال يوفر في تكلفه المدرسين وتكلفه المعمل تكلفه الاجهزه بتاعه الكمبيوتر كل اي حاجه ليها تكلفه تقل وفي نفس الوقت الدعايه دي ان الطلبه عنده بتدخل وتاخد درجات عاليه المهم فده خلى ان الفلتر يبقى صعب شويه بالنسبه للجامعات عندي طلبه كتير جايين اغلبهم واخدين درجات عاليه طب انا اوديهم فين فقالوا يعملوا قياس وقدرات وتحصيلي بقى والحاجات دي كلها المهم بقى خلاص يعني ما فيش حاجه يعملوها بتاعت فالاختبار ده بالنسبه لهم بقى حاجه صعبه يعني فاحنا في ناس قالت خلاص نرجع تاني الاختبارات من الوزاره ده يعني اقتراح واحد كان هو بعتهولي على تويتر قال نرجع الاختبارات من الوزاره ممكن في الوقت ده يبقى المواد ترجع كويس بصراحه شايف ان الاقتراح ده ممكن يكون كويس بس يعني ما اقدرش احكم عليه او احدد يعني انتوا تقدروا تحددوا بقى عن طريق الهاشتاج بس ان الاختبارات تبقى من الوزاره ده معناها ان خلاص يعني ايه ترجع بقى ماده الكيمياء زي ما هي ترجع ماده الفيزياء كل الناس بقى يعني ما اعتمدتش على الملخصات بقى او البرشامه او الحاجات البسيطه اللي باخدها قبل الامتحان فخلاص يعني نخليها تبع المدرسه او تبع الوزاره ومدرسيها
واحد قال لي الايجابيات حاجه زي كده. اولا ساعات المدرس هيبقى ليه هبه ترجع ليه تاني، لان هو تقريبا اوريدي ملزم ان هو يشرح كل المنهج علشان هو مش عارف الاختبار هيجي ازاي. تاني حاجه هترجع للمدرس الهبه بتاعته عن طريق ان هو لو قال لطالب اخرج بره، الطالب هيزعل ان في معلومه مهمه كان ممكن تجيله في اختبار وهو مش عارف هيجيله ازاي ومنين، فبالنسبه له حاجه صعبه قوي. في ناس تانية بقى ممكن تقول ان حاجه زي كده مش هتنسي الطلبه ان اختبار القدرات هتضيع هيبه اختبار القدرات وتلغيه اللي ليه مميزات تانية، او ان تحصيلي تزيد الحصيله العلميه. فتعالوا نشوف يعني مميزات زي مميزات اختبار القدرات، ان طالب يبقى عنده حصيله علميه دي ممكن تروح، او ان هي تبقى عنده سرعه بديهه وحل مسائل بدون اله حاسبه تروح في حاجه ملهاش يعني ليه، حرام ان هي تروح الاختبار ده. ف نخلي الاختبار نخلي في المدارس الخاصه او المدارس بشكل عام، مش لازم تبقى المدارس الاهليه، حصه قدرات ونثبت اختبار القدرات يعني زي ما هو زائد اختبارات بتاعه المدرسه اللي هي بقت رجعت قوتها، ونخلي القدرات بس ممكن نقللها شويه. وفي نفس الوقت نخلي في الاختبار بتاعه الدروس بتاعه القدرات ديت زي حصه كل يعني مثلا اربع حصص في الاسبوع، حصتين كامله وحصتين لفظي، يتم شرح فيه كل المهارات المطلوبه عشان تدخل اختبار القدرات. فكره زي دي ممكن تطور اللي اسمه ده يعني الحصيله العلميه عند الطالب، يبقى داخل طب او داخل كل كليه لو عايزها ومعها حصيله علميه. طيب مصطفى بصراحه والله دافور فعلا. تمام فعلا دافور. حموش فاهم شيء؟ واضح لا ما فهمت الا قدرات ليه دي عقدتك يعني. طيب ايش رايك؟ تتفق معه ولا ضده؟ لا اكيد ما دام لابس نظارات ما شاء الله عليه مقيد. لا لا والله انك جالس تسلك لنا. لا والله اصلا ما انت معانا انت يا عموش. طيب عموما انا الحلقه راحت، انا قلت للشباب الموجين قلت ترى هذا الدافور، هذا الكائن الحي اللي يسمونه دافور. كم جبت يا محمد؟ او يا مصطفى معلش هو اسمه الحقيقي محمد. يعني محمد بس خلاص بقيت مصطفى للازق معي. 100 في المدرسه بس. ايش؟ 100% بس بس خلاص ما في احلى من كده. خلينا نشرب مويه. هذه انا لو اجيبها واعطيها ابوي. انا اتوقع برضو ان ابوه انه عاتبه يعني ليش جاب 100%؟ قليله هين. لا لا درجات يعني الكتاب. طيب اقول لكم ما شاء الله تبارك الله. الله لا يضره. حموش اتوقع بيوم من الايام بتصير مثله. طيب وش فرقك عنه طيب؟ والله انا وين هو وين؟ ليش وش الفرق طيب؟ والله انا فرق ما ابد. هاك لاي. انا راسي عي يستوعب 100%. ابدا. والله. والله يعني انا مصدقه يعني. مو قصدي بس قاعد افكر يعني 100% انا لو اجيب 100% الظاهر يعني وش ما ادري. طيب بس انت من الباب خلاص يعني مع انك هاكر واتوقع عندك معلومات كثيره في الكمبيوتر. اي بس تقنيه انا ما اتكلم عن دراسه، انا لو تسالني طيب. 5 ضرب 6 كم ما تعملها بالتقنيه؟ 25 فيك الحاسبه تبي يهكر الضرب وياخذ الضرب. لا ما شاء الله تبارك الله. انا اتمنى فعلا يعني انا صدفتكم على اساس تصيرون دوافير، فبختبر ثقافاتكم بعد شوي نشوف من اللي بيجيب درجه هامله. يا الله شفنا دوام. يعطيك العافيه مصطفى. حبيبي. شكرا لك. بيض الله وجهك. طيب في حصه تاليه مشاهدينا الكرام خلونا نتابعها ونرجع لكم مره ثانيه. مشتاق. سلام. سم. الله لا يضره. اي والله. بس وش توقع يعني السبب؟ مصر. سم مصري. مو دليل انه مصري في ما شاء الله تبارك الله عندنا سعوديين ما شاء الله دوافير 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 والله لا والله والله تلقى السبب انه ما مو طايح في الانستغرام ولا تويتر ولا ذا واغلب وقته لا عنده صديق. عنده لا يا رجال عنده بس مو بمثل العالم السعوديين ترى الحين 24 ساعه جوا وفوق هذا ما شاء الله تبارك الله هو مصمم ومونتير ما شاء الله وشغال باكثر من حاجه ما شاء الله الولد عقليته نظيفه. طيب احنا خلصنا مصطفى الدافور عندنا حصه فنون حصة فنون راح نستعرضها سم اقول وان تيرا اقرا ما شاء الله هو ما شاء الله تبارك الله تعتبر ما شاء الله توني قلت ما شاء الله ترسم فيروس كذا. طيب حصة فنون راح ادخل انا وياكم وايضا المشاهدين الكرام انا اتمنى انهم يكتبون بعض الاسئله اللي هم راغبين يطرحونها على ضيوفنا بالاضافه اني راح اقرا من الانستغرام لان كثير تعليقات وصلتني واسئله لضيوفي بالحلقه هذه. انا راح ابدا معك يا حموش. حموش مليون متابع كيف وصلت للرقم هذا؟ والله من بعدين على فكره قبل لا تجاوب ترى في ناس كثير يقول اول مره اشوف حموش مؤدب مستحي كذا نازل عليك السكينه لقاء لازم اكون رسمي معروف انه مشاغب اشوف لابس حروق مشاغب مره حتى اول مره يثبت يديه ما تشوف لابس ترى بالعاده ترى الحين بتشوف بتتحرك واقفي ها لا لا ماشي. المهم جبت مليون طبعا المقاطع اللي انتشرت
والحمد لله يعني بفضل الله ثم الناس. طيب المقاطع هذه اللي جالس تتكلم عنها احنا ودنا نتابع احنا ومشاهدينا الكرام وراح نرجع لكم مره ثانيه. عطني جغمة. لا والله جغمة واحدة انت قد جغمة خلاص اي حصين خلاص والله تجيب لي واحدة ما سأجيب لك وخر مش بشاحنة بشاحنة يا اخي طيب بعطيك اياها خلنا ننزل سناب بعد سوري تبي هلا والله سشات اخباركم شوف البوك حق قدام عندك يا شو وضعكم يا اخي دقايق الفضاء ذي قاعد حزين الناس انا واجي نزلك والله سشات كل واحد يقول ايش طموحه انا طموحي اني يصير عندي شركات زي كذا وجا يبا ايش طموحك انت اول ابد عني تعبان فاضي لك انا طموحي ولا تضربني يا اخي ولا تصحيني ايش خلاص صحيت ها صحيت ساعتين ثلاث ساعات نوم اربع ساعات خمس حتى عصر ركض لسه بالعشر ساعات يا اخي اجازه ابغى انام اجازه واحد يدفع ليل نهار 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 بكره نشتري واحد هلا يا عيال هلا ابوي بيشتري لي سيكل انتوا لا احنا بعد بكره نشتري لنا ابوي كذابين حد بيشتري جوتي نور انتوا لا كل يوم تجي تكذب ما شاء الله ما شاء الله طيب حموش انت الحين اتوقع انك كل يوم معامل لك مستشفى زي كذا من كثر الضرب اللي يجيك من ابوك من اخوياك بالحاره خلاص تعودت رقبتي خلاص انتهيت طيب تعود. الله يخلي لك الافكار اللي جالس تطلع فيها والمشاهد التمثيليه من عندك او في احد ساعدك فيها والله بعض الاحيان اشوف اللي قدامي واسوي على طول مباشره على طول ما اقول بعدين لا على طول الحين عشان المقطع يصير اوكي وبعض الاحيان افكر اقعد كذا افكر واذا مره ما لقيت ابد اقول شو اسمه في سناب اللي عنده افكار يقولها لي وبعض الحين ابوي يقولها جيد طيب وش اكثر المقاطع اللي تحس ان الناس انهم مبسوطين عليها مع الوالد مع اخوياك غالبا والله اكثر شيء مع الوالد طيب الوالد تتفق انت وياه اول مقطع اللي هو انتشر طبعا ابوي كان ما يحب شيء اسمه كيما واخر عني يقول سبحان الله كنا على طريق الرياض واصور اقول يبا عندي نكته واعطاني واحده الله يوريك سبدا المهم وانتشر المقطع ابوي كان ما يدري سبحان الله وانتشر المقطع في الواتس عنده يطالع قال هذا انا قال وش ذا قلت يبا انتشر مقطع وذا قال الله يرجك وسوي في الدوام تكلموا عنده قال انت اخس ما ادري ايش قام يمدحون فيه استانس ابوي وبعدها بعدها قال مسك طريقه نزل مقطع يلا كويس كويس طيب انا بسالك بعض الاسئله اللي وصلتني من المشاهدين الكرام واحده ترمز لاسمها رفا تقول حموش تشتري متابعين لا ابدا جيد طيب سؤال ثاني من وجدان حركتك المعهوده وش هي طيب ايش سر الحركه هذه والله شط كذا انتشرت مع الناس انا نلاحظ كثير ناس جالسين يسوون نفس الحركه هذه جيد طيب في بعض الاسئله والله ما لها بنك هذه اسال حموش كيف تعرفت على اي كلاي يوم قلد المقطع ذاك في البيت يوم المقطع يوم طبعا كيف تعرفت عليك يا اخي تعرفت عليك اصبر دقيقه عرفت عليك تقول النمر ايه عن موضوع الهاكر ما هاكر كان الظاهر حسابه وزي كذا وفي اشياء يبغى يسويها وعلمته كيف يضبط اموره واشياء يعني اساسيه الواحد لازم يسويها بعدها جاء الرياض قابلته جاء بيتنا قلنا نسوي مقطع المقطع هذا سبب ازمه لي ولا انتشر 13000 كومنت على وقت اول يعني كان شيء قوي لان كان الناس يحبون الكوريين الحين في ناس يحبونهم فجبنا طق طقاره عاد كذا طق طقاره الو السلام عليكم انا ويدي حموش يخش علي عرفت ما شاء الله كوري وعساس اني كوري انا طيب انا برجع لك حموش بعدين بجيك كلاي الاسئله طبعا كثيره جدا حموش وش تبي توصل له بالمستقبل؟ اطمح
سدافور مثل مصطفى؟ لا وش اللي دور ولا ما في امل؟ ان شاء الله ان شاء الله. طيب ايش تتوقع توصل له؟ على قولتك يا سدافور ها؟ يصير عندي عقل صح؟ وش تضحك؟ واطمح اني امثل واوصل من احسن لاحسن. طيب عسى الله يقويك ان شاء الله ويحق منتغاك. لالوشة تقول وش كانوا يسمونك وانت صغير؟ كل صراحة حمد بالتاء حمد حمد. طيب هذا سؤال من واحد يرمز الاسم ناصر سميي، هل كل المقاطع اللي تنزلها لها فائدة ولا لا؟ ولا أكيد يعني الأشياء تصير لنا جيد. يعني أنت قصدك أحيانا لو ما في هدف مثلا وما في رسالة معينة أهم شيء أنك رسمت البس مع المشاهدين، هذا أهم شيء. جيد. طيب أبرجع لك أنا كلاي، كلاي كيف بدأ؟ والله بديت في اليوتيوب كنت أنزل مقاطع عن التكير، بعدين بديت أنزل مقاطع ألعاب، وكنت أحب ألعب يعني واجد في البيت وزي كذا، ما أطلع كثير أول من زمان. بعدين ودي أسولف للمتابعين، كانوا يقولوا لي يعني أتكلم أحيانا، كانوا يقولوا لي نزل أكثر، فكنت أنزل ألعاب وأسولف عن مواضيع الناس يحبونها، مواضيع شاطحة قصص زي كذا، فأضرب عصفورين بحجرة واحدة زي ما يقولون. جيد. طيب وبعدها عاد حبة حبة مقالب. سؤال من الأخت نورة، كم عدد الساعات اللي تقضيها على الإنترنت في اليوم؟ باليوم والله ما أدري، يمكن كل وقتي. قل لي كم الساعات اللي ما تقضيها على الإنترنت؟ والله يعني جد لا مو قصدي عشان شيء، يعني أجلس مع أهلي وكذا، بس حتى وأنا جالس مع أهلي عرفت اللي ماسك الجوال، أكل الجوال ماسك الجوال، عرفت؟ والله جد يعني مرة. طيب برضو هذا سؤال من واحد اسمه أخو سعدة، يقول كيف أحمي نفسي؟ وهذا فعلا يعني سؤال صحيح. يعني أنا مثلا بديت مثلا بالإنستغرام، فتحت لي حساب بسناب شات، فتحت لي على اليوتيوب مثلا على تويتر، كيف أنا أحمي نفسي؟ عشان أغلب أفتراحات. البرامج الحين مثل سناب شات وتويتر وهذه الأمور، ما مستحيل إن حسابك يتهكر بدون سبب، كلها عن طريق هندسة اجتماعية. هندسة اجتماعية معناها إن واحد يخدعك عشان يهكر حسابك. مثلا أنت الحين لو جاك واحد مجهول ورسل لك رابط، أنت بتفتح هذا الرابط؟ لا بالنسبة لي لا أنا. مجهول صحيح، بس لو جاك مثلا نقول واحد صديق لك في نفس موظف معك نفس القناة رسل لك رابط قال بالله افتح سوت لك أكيد تدخل أكيد. صح، فأنا لما استهدفك أنا كهكر وش بسوي الحين؟ أنا بهكر حسابك مثلا، بروح أشوف أنت من التابع اللي تتابعهم ذولي، من أكثر واحد أنت تسولف معه أشوفك معه في المنشن، اروح هو متابعينه قليلين يكون واحد متابعين بجرب رابط بيدخل، لان متابعينه قليل ما راح يشك، ثم عن طريق حسابه راسلك انت. هذه اسمها هندسه اجتماعيه، انه يصير تفكيرك مستقبل. ثاني شيء بس ابوصل لك اياه، الحين الانستغرام اللي يقول كيف تحمي نفسي، ما في احد عليه خوف الانستغرام تقريبا، نفس الحاله لا احد يفتح روابط، انتبهوا مين تكلمون، انتبهوا حتى من اقرب الناس لكم اذا احد كلمك في الخاص، بس الكلام الانستغرام نفسه بالنسبه للمشاهير في مشاكل تصير في الدعم نفس الانستغرام، للاسف شركه يعني اعلنت فشلها من ناحيه الحمايه من ناحيه الدعم الفني، لأنها تحاول تساعد الناس بالدعم الفني وبالمراسلة باسترداء الحسابات، لكن ذا الشيء ضر الناس، يمكن عشان الشعب السعودي يدور أي شيء، يعني هم يبون يساعدون الناس يوفرون طرق إنك ترجع حسابك، فصاروا الناس يستغلونها ويفبركون ويسوون حركات يخدعون الدعم نفسهم، يعني هم ويهكرون حسابات عن طريق الدعم، يعني تخيل نفس الشركة تعطيهم حسابات يعطونهم روابط لست، مثلا أنا مثلا إنسان أشبه عبد الله السلامة أروح أعدل البرامج على وجهي وزي كذا وأصور صورة، يطلبون مني إنستغرام صورة أنا ماسك ورقة وعليها كود، واروح اعدل على وجهي برامج او اني اشبه له صدق، وبعدين اراسل الدعم يشوفون الصوره يرسلون لي رابط. هذه كثير صارت، هذه يعني في اشياء يعني مره ما تدخل العقل، وبرنامج زي كذا متابع شركه الفيسبوك. طيب شركه الانستغرام الشهيره هذه اتوقع انهم مسوينها يعني هدف خدمه الناس ومساعدتهم، خدمه الناس بس ما دروا ان في ناس فاضيين استغلوها. يعني في كثير يشبهون الله يستر، يعني انا اشوف هناك انت انا اشوف انت ما يشبهك الا القمر بس انت اشوف الاجانب يعني اذا واحد اخترق حساب يا يسب يا يجيك حاقد عليه. سعوديين يا اخي قبل كم يوم بدون ذكر اسماء شخصيه مشهوره اخترق حسابه، اشوف اللي مخترق يا اخي انا احبك يكتب للمشهور هذا يا اخي والله اني احبك بس اناظر يا اخي طيب انت فاضي ولا شو هذا يعني تكتك. طيب كلاي من وحده ترمز الاسماء عشقي بدايه تقول لو خيرك بين السناب شات والانستغرام تحذف واحد منهم وش تحذف وليش؟ سابقا انستغرام، حاليا سابقا كنت بقول اني انا يعني ما احذف السناب شات وادس على الانستغرام، بس الحين احذف الانستغرام وادس على السناب شات. السناب شات اكثر عفويه، تاخذ راحتك فيه، لان المقاطع تجلس 24 ساعه وتختفي، تحس انك تعيش يومياتك صدق مع متابعينك، ما في تعليقات، انا اهلي يتابعوني اغلب المشاهير، وحتى لو اسال كل اللي موجودين معي الحين يشيلون هم، ما يشيلون هم ان الناس يسبونهم، لان هذا الشيء انت واثق من نفسك ما راح يغيرك كلام الناس، انت واثق من نفسك عرفت، بس الكلام لما واحد يسبك وامك تجي تتابعك وتقرا الكلام امك تتضايق، فتصير شايل هم التعليقات، كل ما انت كل مع كل خطوه تمشيها تشيك على التعليقات، في واحد يسبني في واحد يقذفني، في ناس ترى يجونك مدرعمين مطبلنين بس كذا، انا هذا انسان مشهور بسبه ما تدري ليش يا اخي، انت تعرفني تروح لفدا كنت تعرفني ايش سبه والله معليش طلعت متواضع حسبك متكبر. طيب بنت الامارات تسال وتكون نصيحه توجهها لعامه المشاهدين. والله نصيحه لعامه المشاهدين
انت ابو لا تقوم بحد في النت، اذا انتم تستخدمون النت واجد انت ابو لا تقوم بحد في النت، لا احد يلعب عليكم. في ناس الحين مره كثير منتشرين يخدعون الناس في الانترنت، يجونك يقولون انت بتر حسابك بتاكر تبغاني اساعدك، ثم هو يقعد يلعب عليك. في ناس كثير مره نصابين ذمتهم مسيعه في النت، انتبهوا لا تقوم بحد من النت. بقعد اعيدها مليون مره لان طيب. تصير مشاكل، يمكن انت تمر عليك قضايا ابتزاز وتمر عليك اشياء كثير. بس انا تجيني سوالف تشيب بالراس والله، يجوني ناس ويجوني يعني اساعد بنات اساعد عيال، مو لان ذاك اليوم طلعت في قناه وقلت اساعد بنات لان البنات اكثر ناس يعني يبتزون. جاني المذيع قال لي والله انت بدون ذكر اسم المذيع مع الناس دي، يعني انت تساعد البنات بس، لا بس البنات اكثر ناس ينضرون في النت صح، يعني سمعتها تنسرق صورها فعلا. طيب يعطيك العافية كلاي، وكنت أتمنى إن وقتنا يسعفنا أكثر عشان نسمعك أكثر. والله بالعكس. والأسئلة والله كثيرة جدا. مقابلات ترى أنا طلعت مقابلات واجد، بس المقابلة ما أخذ راحتي. الله يطول عمرك. ومعي ضيوف والله أتشرف بمعرفتهم في اللقاء وخارج اللقاء. الله يسعدك يشرف قدرك. طيب عبد الله، سؤال من عشقي نصراوي. كل نصراوي. طيب كيف بديت بعالم الرياضة وليش تحديدا اخترت تكون مراسل؟ والله شوف طبعا أنا حياتي كلها كورة. رياضة يعني ما بد من يوم وأنا صغير والله كورة فاخترت الوسط الرياضي لأني أنا صراحة لي علاقات كثيرة جدا في الوسط الرياضي، فحبيت أن أدخل هذا المجال والحمد لله يعني دخلته ومشيت فيه الحمد لله. جيد. طيب سؤال ثاني من وحدة ترمز اسمها نونو، أنت مبتعث سابق يا عبد الله، وش أطرف موقف صار لك بالابتعاث؟ لا لا درامي لا مصيبة. لا برجع لنا عبد الله، بجي انا الحين جاي بالطريق، انا جاي بالطريق. حشرني واحد الحين قال ناوي والله اني ناوي. لا لا فيك مشرك وجه حمر. خذ راحتك، المشاهدين قدامك يتابعونك، خذ راحتك. اخي والله شوف في امريكا مواقف كثيره بالذات لما تكون في بدايه اللغه. طبعا دخلت مره احد المطاعم، وهذا والله الموقف هو اللي زي ما تقول هو اللي طلعني وكسبني اللغه. تقريبا ما صار لي في امريكا الا شهرين، دخلت المطعم هذا وابغى اطلب بس لسه ما عندي ذيك اللغه، ممكن اقول لغتي 5%. فقعدت اتكلم معه زي كذا، قاموا اللي حقين المطعم ضحكوا علي، قالوا وش ذا الاهبل اللي جاينا. عرفت؟ فهذا والله حزت بخاطري، عرفت شلون؟ فهذا الموقف مو بطريق، هذا الموقف العكس، هذا احس انه يعني هو اللي يرفعني في اللغه الانجليزيه، تشجيع لي ولا الحمد قاعد يضحك. لا عرفت كيف اقول لك؟ هذا اللي بالعكس، حتى لو اقول لك بعد ما خلصت اللغه وختمتها والحمد لله جيت في الايلتس 5.5، رجعت نفس المطعم وقلت وينهم؟ وين هذول؟ جيبوهم لي. ما شاء الله تبارك الله. طيب هذا سؤال، انت بحكم انك مراسل، كيف تاخذ لقاء مع شخص مهزوم بشرط انك تخليه يكون بالفورمه؟ انا الى الان ما دخلت في وسط الملاعب، انا الان لسه ما لي الا تقريبا 3 شهور مع القناه، مختص الآن في الأندية الهلال ونصر وشباب. جيد. لكن بعد الهزيمة إلى الآن ما قبلت أحد. طيب هل الشغل في المراسلة أمر سهل؟ لا هو شوف هو يبان إنه سهل لكن صعب، صعب جدا. وش الصعوبة فيه؟ الصعوبة أنا أمس كنت حاضر مباراة النصر والهلال، عفوا النصر والشباب. أمس قصدك؟ إي أمس. ما قلت قبل. لا حضر أمس، وطبعا أنا كنت إنه أباخذ لقاءات مع الجماهير. اسلم. طيب والله بتجيني والله لا تزعل. المهم انا يعني اخذ لقاءات مع الجميل، واحد جاء سحب المايك من يدي ومسك وقاعد يغني وراح في المايك، يا ابن الحلال جاب المايك وراح. هذا كيف تتعامل مع ذا؟ والله المشكله اني عرفت اني صعب، هذا في بعض العينات اللي لو تساله تقول له تعال عطني 5 من لاعبين النصر يقول لك والله ما اعرف. يسيئون للمجال الرياضي. فهذول اي عرفت شلون؟ فياخذ المايك يستهبل، انا لو بتكلم عليه ما شاء الله بيجون عيال امه ويطقوني. طيب الله يعطيك العافيه. اقدر اسال سؤال؟ طيب باختصار يلا سريع. الحين اغلب اللي حقين رياضه وكذا عرفت يعني اعرفهم، واحد ما يحبون يقولون انا هلالي انا نصراوي، ما يبينون للناس وش توجههم الرياضي، فانت لما تقول اني انا نصراوي ذا الشيء ممكن ما يضرك يعني في المستقبل؟ بالعكس انا لانه بدايه شهرتي كانت اني انا شخص مشجع نصراوي ودخلت المجال شخص نصراوي، لكن انا اتحدى اي شخص يلقى على عبد الله شمري خطا واحد في العمل وقت العمل. انا والله نبي العمل عمله، هذا هو الاحتراف اساسا. اي واحد من انا يعني انا انستغرام حقي هذا خاص فيني، انزل اللي انا ابي واحذف اللي انا ابي. طيب انا برجع لك السلامه. سؤال هنا يعني احيانا في اسئله ترى مضحكه واحيانا في اسئله ما لها داعي اني اقولها، لكن السؤال هذا جيد لا باس فيه. ما عمرنا شفناك تلبس ثوب وشمال، شكل فيك عرق من تركيا من كتالونيا. شنو من تركيا؟ طيب لا والله بس انه شو اسمه البس
احيانا الجامعه ما تعودت على الثوب الشمال. طيب هذا سؤال من عندي انا، اسمع ان صوتك حلو. صوتي حلو؟ ايه والله اللي قال لك صوتي حلو معطيك مقلب، بس دامك فتحت ذا الموضوع بنشد نشود جميع الامهات ولخص امي الغاليه تتابع اكيد تتابعني. عسى الله يخلي لك ونوجه لها السلام والتحيه. يلا تفضل حبيبي. صدى يا منيب. خلصت مايكم؟ قصدي الماك. فيه ماك كثير، فيه ماك كثير يا حمد، بس لا تشغل بالك. لا لا معليش. خليتها مايك. بسم الله. يلا تفضل. يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت يا غلا من العيون. إيه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، إيه يما من سواك ولا بد غيرك يمون. شوفتك تسوى كثير والله اني لك اسير، حبك بقلبي كبير وانت لقلب حنون. ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي، يا بلسم شفاي يا حبك للجنون. يما يما كما بيك راحتي بوسة يديك، قلبي الصادق يبيك وانت اغلى من العيون. اي والله انك اغلى من العيون. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافيه وبيض الله وجهك. النشيد هذا سارق مني ترى، اكثر مره شدت على البدايه. شفت مقطعك احلى مني. طيب طيب الله يعطيك العافيه، خلونا ننتقل للحصه التاليه نشوف شيء ونرجع لكم مره ثانيه. حصة جمع الكلمات بشكل سريع. طاولة ايش جمعها؟ طاولات. طاولات سهلة. سهلة. طيب. سهلات. شجاع. شجعان. 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 حليب. حليبات. طيب نفس. أنفاس. 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 لا والله دوافير. شعور. أشعار. أشعار. لا. أشعرات. أشعر. لا. شعران. لا. شعرات. شعور. شعور. أنت شعور. جمع. جمع. لا مو جمع. مو جمع. شعر. شعور. لا مو جمع. شواعر. لا. شعر. شعور. لا. طب شعور وش؟ شعر ولا شعور؟ شعور. شعور. شعور وش يعني؟ شعر. شعور بالفرح. ما شعور بالحزن. شعور. ما له جمع. لا لا جمع. شواعر. مشاعر. مشاعر. برافو. وين مصطلح؟ طيب نعناع. نعانا. 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 برافو. نعانا. قصدك قصدك. طيب حياة. أحياء. أحياء. حياة. علوم. توحيد. فقه. الأحياء. مادة الأحياء. حياة. حياة. حيوية. حياة. أيوة. حياة. أيوة. حياتي. 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 حياة. أيوة إيش قلت؟ حيويات. لا حلويات قصدي. حياة. حياة. حيتان. ولا حيتان. فرشان. ولا شيء جاوبت أنت؟ إلا جاوبت. وش جاوبت؟ طاولة. حيويات. لا لا حيويات. حياتات. إيش حيوات. حيوات. طيب. حيوات. شكوى. شكوى. شكاوي. 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 متأكد؟ ولا شكاوى؟ لا شكاوى. شكاوى بدون ياء. شكاوى. لا انت غششتهم. ليش شكاوى الاقتراح؟ طيب طيب اخر كلمه معنا بعير. بعيران. بعيرات. وش اسمها؟ بعيران. ايش قلت انت؟ بغيت اقول بعيرات. بعيران. وش وش مثلا؟ بعيران. انت قلت بعيران صح؟ نسيت. قلت بعيران. بعيران. على فكره لها اربع جموع ترى. بعيران واحد صح؟ باقي ثلاث. بعيرات. لا. بعيرات. أباعر. أباعر. أباعير. بعران. بعران. خلها أبعرة. بعران. بعران. طيب يعطيكم العافية. في حصة تالية عندنا برضه خلنا نشوفها، نبي نشوف دباراتكم برضه ونختبر ثقافاتكم، خلنا نتابع ونرجع لكم مرة ثانية. الاختبار وما ادراك ما الاختبار. اي واحد يغش والله جواله مفتوح وجوجل وخليك من الحركات دي. طيب نمط طيارات. اقلب الورقه. الورقه مقلوبه. ما نغش. خلونا نرجعكم لايام الدراسه والذكريات الحلوه.
ليش قلبت ورقة يا كلاي؟ أنت لا خلاص 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 اقلبها. لا لا خلاص حموش جالس تسوي؟ حموش قلبها والله قلبها حموش. طيب للمعلومية لأنكم واضح لأنكم واضح أنك مدوافير تمام؟ فالأسئلة ترى هي أسئلة الحلقة الماضية. هي أسئلة الحلقة الماضية، أبى أشوف دفارتكم. طيب نبدأ الوقت معانا على الشاشة، يلا نبدأ بالتايم، نبدأ بالوقت. طيب أنا بعطيكم الأسئلة. السؤال الأول لكن أحد يغش بس حورقته. إيه؟ كلاي أنت يعني كيف أغش؟ إذا غشيت من أحد يعني تستسلم المعلومات. الإجابات صح وخطأ. جاوبوا. السؤال الأول عبد الرحمن الداخل لقب بصقر قريش. السؤال الثاني فيثاغورس هو فيثاغورس هو أول من سمى نفسه فيلسوف. واضح إنك دافور يا حموش. مركز أنت مرة. مالك مالك. أنا قاعد. طيب السؤال الثالث بلال الرباح هو أول مؤذن في الإسلام. السؤال الرابع في بحر القلزم تقع قناة تنس. السؤال الخامس كلمة رجيم أصلها فرنسية. السؤال السادس والأخير نيوتن هو صاحب التفاحة الشهيرة التي سقطت على رأسه. عبد الله لا طالع برقة السلامة. لا لا قصدي عبد الله الشمري. طيب ترى الأسئلة هي أسئلة الحلقة الماضية. والله ما تبعته. طيب عادي مشكلتك هذه. لا ما عليك. عموما نبي نشوف احنا ثقافتك الحين. حموش شد حيلك. عفا عليك. طيب عندي سؤال. اسلم. بس. تفاحة. يعني التفاحة. لا انا غلطان فيها. غلطان فيها. عبد الله الشمري. اسمع يقول لي غششني ولا في الطلع. كلمته؟ والله انه هو يقول لي غششني ولا في الطلع. عبود اركد وضعك. شمري غشيتونه يا اخوي احد غشيتونه يقول له الوعد طلع وش هو طلع وش والله ما قلت له هو كنت دوافع. طب خلاص انت يلا اقلب ورقتك اقلب ورقتك حموش ورقتك فاضيه ما سويت ولا شيء الله يهديك لحظه هذه حموش هلا خلصت خلصتوا كلهم خلصوا عبد الله شمري خرجك يا من دراسه قديم جلست عدل خلصت الاختبارات تراها قريبة للطلاب عشان كذا أنا مبسوط إنكم جالسين تعيشون معاناتهم الحين. اختبار بكرة نهائي. اختبارك النهائي بكرة؟ نعم. وجاي عندي هنا. طيب خلصتوا كلكم؟ إيه. خلصتوا؟ حموش. لا. خلصت؟ من زمان. ما أتوقع. لكن يلا نشوف يعطيكم العافية. يعطيكم العافية مع إنه باقي بالوقت. 3/10. واضح من دفرتكم إنكم خلصتوا أوراقكم بسرعة. طيب يا مخرجنا أبشر. طيب. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام هذه درجاتهم او هذه اسئلتهم راح نعرف اجاباتهم بعد شوي لكن خلونا نطلع نشوف وش الحلقه التاليه او الحصه التاليه ونرجع لكم مره ثانيه تابعونا. طيب الحصه التاليه حصه جماد حيوان نبات لعبتي سهلة هذه لعبتي من يوم صغير لعبتي من كلكم. طيب أنا قبل شيء طلعت بالجمع الكلمات ولا أحد فيكم أفلح يعني كلاي يعني لا بأس جيد 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 أما حموش والله أما أنا قايل لك طيب حيوان جماد ونبات أبعطيكم أحرف أو حروف أسرع واحد بشوف نجيب حيوان جماد كذا كلها لا أنا بعطيكم حرف وش أنت بتقول يعني الحرف والجماد اعطوني جماد بسم حرف بالضبط حيوان بحرف كذا جماد بحرف كذا انتم لعبتوا انتم صار اكيد كل واحد منكم لعبها فانا بشوف على ثقافتكم حيوان بحرف الذال ذيب 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 عبد الله الشامل برافو ذيب نبات والله انك ذيب نبات بحرف الكاف كم سرقتها ترى من لا ما سرقتها والله اللي قايلها قبل لا برافو برافو طيب جماد بحرف الميم موز لا لا مسنده مسنده مش اللي مسنده ايش لا مسنده هذه في بيننا احنا اسمها وساده وساده لا مسنده برضه صح مركات مسنده برافو مرايه طيب جيد حمود نبات بحرف الطاء طماطم 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 برافو طيب حيوان منك خليه يقرب لمنا والله يسمع الشيء قبل انا طاهر الصوت هو اللي الصوت يوصل لقبل مميز بالاصوات انت صح اي اميز معك طيب حيوان بحرف الياء يرقة يرقة حيوان ولا حشرة حيوان يا. على كيفك يلا حيوان بحرف الياء
يماما 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 بعد طائر حيوان جاي لازم لغة عربية. خلص السؤال ولا باقي؟ براحتكم. خلاص يماما يماما مو حيوان؟ لا مو حيوان. وش وجه الإمامة؟ يا طائر طير. طيب طير وشو؟ طيب أمشي يا مخرج؟ ماشي على ثنتين. لا لا خلنا نفكر. طيب يقول مشي مشي. يلا ثنتين على الدور. تعرف؟ ما عنده صار. تعرف؟ لا. طيب جماد بحرف الواو. وسادة ورقة وسادة قال عبد الله ورقة. طب احنا وسادة قبله سم؟ لا 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 انا سمعت هنا اول انا سمعت هنا اول انا سمعت هنا اول طيب لا هو ترى مقصر صوته وترى في صوتك عشان كذا انا سمعت برضه قبلك. هنا عندنا بلاد ما لا بدون بلاد حيوان بحرف السين. السين سرطان البحر بعد صح يا مخرج وشيها سحليه سحليه. طيب سلطان البحر والله واحد من العيال نتفرض سحليه والله والله نتفتت على هواك سحلفاء 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 لا انا قلت سحليه سحليه حيوان سحليه العربيه ذا. طيب خلينا نبات لا قلت سحليه لا ترى صح. ايه اوكي نبات بحرف هذا قبل الاخير نبات بحرف الدال. دال دال دراج. وش دراج؟ وش دراج؟ شكلك صرفت من عندك. يلا دراج صح؟ دراج خلاص مشها دراج صح؟ دراج دراج هذا هذا قاموس مين؟ قاموسك انت؟ لا ابغى اشوف الدراج ذا وش اطلع لك اياه يا مخرج عطنا عطنا المخرج. طيب يا مخرج صح؟ وش دراج ذي؟ دراج حتى الرجال اللي ورا يقول لي متاكد؟ شكله نصراوي يقول فواكه. اوكي طيب اربع اخر حرف معنى جماد بحرف السين. سلم شكر. سلم قلتها قبل سلم وصار اثنين انا فايز. طيب طيب يعطيكم العافيه باقي معنا خمس دقائق راح نروح نطلع الفسحه ونريح شوي تابعوا خلونا نرجع لكم مره ثانيه مع اخونا ومعد هذا البرنامج فايز مدخل يعطيه العافيه. لو قلنا والله يا عبد الله اعطيناك مساحه انك تخترع ماده جديده بحكم انك طالب اكيد يمكن تعرف بعض الحاجات اللي يحتاجونها الطلاب. وش الماده اللي ممكن تخترعها ويدرسون فيها كبير يا عبد الله؟ بس ممكن نصعب عليهم زياده لكن يمكن ما اخترع ماده يمكن زي ما تقول ارجع ماده كنا ندرسها الابتدائيه مثلا ندرسها في الثانويه الحين الخط. الخط ممكن يعني لأن فيه أكثر من واحد شفتهم خطوط عادية يعني فممكن يعني نعيد الخط ممكن. مادة علوم الرياضيات والبل. أوه ليش تحديدا مادة علوم الرجاجين والإبل يعني؟ لأن بعضهم ناقة ما عنده علوم مرجلة وجاي كذا ما أدري شو الوضع. أو أما البل هذه تراثنا وعلوم أبانا وأجدادنا. كلام كبير تحية يا شباب تحية بصراحة كلام كبير بصراحة أنا هنيك بصراحة كبير محمد لكن بس ما يعني أخاف إن الدعوة هياط يعني. لا لا ما في هياط فيه هياط أكيد بس إحنا ما نبي الهياط نبي العلم الصح. الهياط كبة مواد جديدة لا والله إني أنقص مواد أنا أشيل مواد مواد جديدة ما نبي مواد إحنا اخترع لهم رياضة جديدة في حصة رياضة وش الرياضة اللي تجيبها؟ يلعبون. طيب طالعين طالعين مانعيننا من الرياضة. مانعينك من الرياضة؟ ايه يقول ممنوع الجمهور بدور وزارة التربية والتعليم صراحة كفوا ووفوا يعني ما يحتاج مواد زيادة اللي عندنا كافي الهجولة. والله ما عندي شيء. طيب اشرح لنا مادة الهجولة وش الهجولة ذي؟ ما ادري عنهم هذا رسالهم. الطبخ زين. الطبخ؟ ايه كويس يعني ايش تحب الطبخ انت؟ والله كويس. وين الطبخ ما شاء الله يا وين يروح الاكل؟ يحتك على طول. والله اني اصول شو اسمه؟ الاقتصاد ولا اي شيء اي شيء خرج الموضوع. والله ما عندي ماده جديده ليش اخترع ماده جديده؟ الطلاب مكتفين باللي عندهم. اخترع ماده جديده ليش؟ يعني لو كان قصدك على المواد او النحو. النحو يزعجني صراحه. مالك في اللغه العربيه؟ لا
يعني الاعراب وكذا ما لي فيه صراحه. على طاري بعطيك جمله الان وعربه زين. اسهل اعراب، يلا اكل محمد التفاحه. انا مالي في الاعراب. طيب اكل مبتدا والتفاحه خبر، يلا بس. انت تقول جمله فعليه، اكل محمد التفاحه، اكل محمد التفاحه، اخذناها يمكن في خامس ابتدائي. لا انا بصراحه يقولون في رابع ابتدائي. لا انا ما درست هنا، بس انا درست في مصر انا، فممكن ندرس النحو زين، فعشان كذا كرهت النحو صراحه. طيب اجل السؤال ده بنخلي لكم اعزائي المشاهدين، ايش اسمها اكل محمد التفاح، وش هي اعرابها؟ ما حد جاوبها. نشوفكم على خير. انا الدرجات وصلتني وبشوف من ادفر واحد فيكم هنا. الله يستر. عطنا ترتيبك. طيب قبل الترتيب في طلب وصلني كلاي انك انت تتكلم. انا معلوم هذا طالع بقلبي، ما في مشكله، بس الحين انا هنا بينابر وجه بقره جنبي، انا هذا بينابر كلامه جانا، هذا نصر، هذا 100 بينابر كلامه، هذا هلال 100 انا هبه هذا كله ابرقا، ما في مشكله، بس هذا بينابر اسمه ناصر، هذا شمراني وكلامه يطال مدني، دي هذا وجه بقره، هذا نصراوي يسوي نابر، هذا زعلان يسوي ترقى يسوي مشتاق، هذا وجه بقره كلامه جانا، بعدين يجي هذا انا روح هذا في مطعم انا شفته هذا مصري بيسوي هذا يسوي رمز زي كذا، هو القاشر كلام، بص حضرتك اقول لك على حاجه زي كذا، انا ما في معلوم بس في هذا نابر اسمه مهمش كمان، انا اسوي اول مقطع هذا مطوري، هذا واجب بكره، هذا نابر ثاني، انا مره احب الكوري، انا احبه انت قاتل يا قاتل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، مواهب. طيب انا هذه درجات وصلتني انا لو وصلت بلا بروح شوي بجي. ها لا تروح سوى لا سوى دقيقة. والله احس انه هو اكثر واحد. لا منو؟ انا بعطيكم الدرجات. تبي طبعا اعترف بالكلام تكفى قصدي كذا، ترى حطيت كلها صح، هذه هندسه اجتماعيه بعد. طيب انا قبل اعطيكم الدرجات والله جاي احساس اختبار، حرام عليك. كنت والله اتمنى ان تطلع اقوى، والله النغمه اني اشوفكم انكم انتم يعني بيض الوجه، لكن للاسف انا الوحيد اللي بيض الوجه. صحيح حموش. صفر حموش مع الاسف. 3 من 6 يا ساتر. اوه شفتوا كيف؟ ما شاء الله دافور. تفضل. طيب عبد الرحمن هذا 6 والله كويس. سؤالي لك ترى من دقالي. الله يخليها لك يا رب. تهز. برد عليك يا رب. برد عليك. وعبد الله السلامة. عبد الله الشمري. طيب. كلاي. 5 من 6 و4 نقاط أخذتها قبل شوي. فمعناها 9 من 10. ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك. عبد الله السلامة. يا دافور. أنا مخي. 5 من 6. الحمد لله. 5 من 6. جايين تغشوا من بعض. لا والله ما غشيتني. لا غشيتوا من بعض. 5 من 6 حطها بدمي. لا ما حطها خلاص. واخذت قبل شوي 3 نقاط معناها 8 من 10. عبد الله الشمري هذا سبحان الله دايم اللي ما يغش هو اللي ياكلها. لقيتني غش انا اخذت 10 من 10. جزاك الله تبارك الله. وجالس طاقتك قبل شوي على مصطفى بيض وجهكم، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. فندق موكادور مشاهدينا الكرام، ضيفنا عبد الله السلامه هو ضيف على فندق موكادور، يعطيهم العافيه. ارقامهم تظهر لكم على اسفل الشاشه. بشكرهم. طيب ابغى اوصل لك انا الحين، يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام انا اشكركم جميعا على متابعتكم لهذا البرنامج، شاركونا باسماء عن طريق الحساب الرسمي للحسابات الرسميه لي او عن طريق الهاشتاج الرسمي لهذا البرنامج، برنامج دوافير. انا اشكركم واشكر ضيوفنا الذين شاركوا معنا في هذه الحلقه. حموش يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. كلمه قلب ختام. شو اقول لهم؟ وش تقول لهم؟ اقول لهم الله يسعدكم وتراني احبكم كثير. يعطيك العافيه عبد الرحمن. والله العظيم شكرا على كلامكم قبل المقابله وخلاني اطلع وانا مستانس. ثاني شيء جاني تحديين، كلمتين بس. واحد قال لي اتحداك تصلي على الرسول مباشر وتقول لهم صلوا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبكم انتم اللي تسمعون. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. ثاني تحدي انا ماني قلت لك ماني متعصب، بس في واحد غرد قال لو قلت هذه الكلمه لك اللي تبغاه، فبروح بقول ابغى بنت لي بعد اللقاء. تكفى بس بقولها. قلت جده كذا اهلي وبحر. انا ما والله ماني بحراوي، بس هو قال لي قلها ولك اللي تبغاه. شفت تراني قلتها انا متاكد. طيب انه يتابع لك بنت لي يعني؟ والله قال اطلب اللي تبغاه. والله يلا شوف لك بنت. طيب
السكان. أبارك معك خذ معي دورة. الله يسعدك. عبد الله السلام، عبد الله الشمري يعطيك العافية. أنا والله سعيد إني معاكم اليوم، وأحب أشكر صراحة جمهوري اللي هم وصلوا لك وكلموك على الخاص، يعطيك العافية والله إن هذا من أفضل المقابلات اللي أقرأت فيها. الله يسعدك حبيبي. أول شيء أحب أشكر جمهور اللي يتابعنا الحين، وأحب أشكر قناة بداية وبالأخص الأستاذ ناصر على استضافتك لنا، وأحب أشكر في ناس خلفي هم اللي دعمون، يعني سالم الجبرين، خالد الشهري، علي السلامة، هذول ما قصروا. يعطيك العافية. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله في السبت، يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى عند الساعة 8:45. كل الشكر والتقدير لكم أنتم مشاهدين الكرام على مشاركتكم في الهاشتاغ الرسمي لهذا البرنامج والذي وصل إلى الترند العالمي. شكرا لكم. هذه تحية من أخوكم ناصر الحربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم.